من الحرب باستخدام السلاح إلى الحرب الإلكترونية، الرهانات الأمنية الجديدة في القارة الإفريقية والسعي لإعادة النظر في التصورات الأمنية في العصر الرقمي، محاور تجمع خبراء باحثين وأمنيين فاعلون يبسطون مختلف التهديدات الأمنية الإلكترونية ويناقشون أيضا موضوع تطور الإرهاب السيبراني. لا يمكن مواجهة الإرهاب بإقفال هذا الجانب. نحن نعلم بأن يعني نشاط كبير للتنظيمات الإرهابية في هذا المجال، مرتبط بالتمويل، بالتجنيد، بالدعاية، مرتبط كذلك يعني بتمرير الرسائل، ومرتبط بالأساس بتنظيم بعض العمليات الإرهابية. فبالتالي هذا المجال يمكن اعتباره الآن مجالا رخوا بالنسبة للعديد من الدول، والدول الإفريقية يعني إن كانت تواجه أزمات وصراعات يمكن اعتبار أن نيرانها لم تنطفئ بشكل نهائي. خسائر مادية جسيمة تحدثها الجريمة الإلكترونية والإرهاب السيبراني، وحسب مجموعة من الدراسات فإن هذه الظاهرة كلفت دول القارة الإفريقية حوالي 3.5 مليار دولار، ناهيك عن الخسائر المعنوية التي تفقد الثقة في المؤسسات والحكومات بتعرضها إلى هجمات إلكترونية. الموجة الإرهابية اللي بتعم أو بدأت تنتشر في القارة الإفريقية خلال الفترة الماضية، وكيفية أن يكون هذه الخطط هي خطط إفريقية بالأساس وليست مصممة من خارج القارة. وأعتقد أن معظم المتحدثين اليوم تأكدوا على أهمية الأونرشيب أو الملكية الخاصة للدول الإفريقية لهذه الخطط. La sécurité du Sahel, c'est la sécurité de l'Afrique, c'est la sécurité. إن أمن الساحل هو أمن للقارة الإفريقية وأوروبا وباقي دول العالم. إنه إشكال يهم الجميع، ولهذا السبب فإن الاتحاد الأوروبي قدم مقاربة في العام 2012 قبل أحداث مالي. وهذه المقاربة تقوم على مبدأين: الأمن والتنمية، حيث أنه لا يمكن تحقيق الأمن دون تنمية. كيف الأمن الأوروبي pour cela؟ الاتحاد الأوروبي قدم أيضا مخطط عمل إقليمي يهم أربعة جوانب رئيسية، منها محاربة التطرف والاهتمام بالشباب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى موضوع الأمن في الحدود وتأهيل قدرات قوات الأمن. وقد أضحت الجريمة السيبرانية بمختلف أوجهها نشاطا مدرا للدخل لجيل من الشباب في عدد من بلدان القارة، وسط حديث عن ضرورة تضافر جهود البلدان الإفريقية لخلق نظام حماية أمنية سيبرانية من أجل التحكم في الظاهرة.